السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعاء السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية هاد الخيرات. تبارك الله كي تشوفوا معنا خيرات موجودة في الأربعاء السويهلة بمراكش، الكبدة، القلب، الحمر الراس، الكرعين، الخيرات موجودة، التقلية، المخاخ، الكرعين. تبارك الله كما قلنا اللي ما صابش شرطة ياكلها. الخيرات موجودة في المملكة المغربية، جميع الخضار أو اللحوم أو جميع ما حليتي في فمك، كاين العرض أكثر من الطلب. تبارك الله هنا في المملكة المغربية، والخيرات تبارك الله كما تشوفوا الحاج رضوان راجل خير. الله يحفظك، شكرا لك أخويا، الله يبارك فيك، الله يبارك. هذا صديق تاعنا، صديق أحبابته هنا في مكانه. تنحييو أي مشاهد كان قناة زيتون مرجان، راجل مرأة دري درية، كبير صغير، داخل الوطن أو خارجه. الحاج رضوان كي تشوفوا الكرعين والحمر الراس والتقلية والخيرات موجودة كما كنا. الخيرات موجودة في المملكة المغربية، الخيرات تنوريوها لحبابنا اللي في الجالية المغربية والناس اللي في المدن الكبرى في المملكة المغربية. كما كنا كي اللي ما صابش بطاطا ياكلها أو جا عندو ضيف شطران ضيفو واش يجيبوا ليه ولا سويرتي كما تنقولوا حنايا. هنايا احنا في الأربعاء السويهلة بمراكش، الخيرات تبارك الله. خود علاش قديتي وشنو بغيتي هنايا؟ تبارك الله الخيرات موجودة بالكرعين، الحمر الراس، الكبدة، المخاخ، الكرعين، اللحوم الحمراء، الخيرات موجودة كي تشوفوا معنا في الأربعاء السويهلة بمراكش. هذا صديق تاعنا راجل مخير هنا في الأربعاء السويهلة بمراكش، كي تشوفوا المذبح، الحومة تبارك الله، الكرعين، الكبدة كي تشوفوا، الطواحن، الخيرات موجودة كي تشوفوا هنايا. عند الحاج رضوان كي تشوف، وراجل مخير وراجل معقول وراجل زين كيما تشوفوا. تبارك الله الحاج رضوان، نهار زين هذا، كان راجل طيب هنا في العائلة مراكش كي تشوفوا هاد الخيرات تبارك الله. بشحال بات يا الكبدة سي الحاج؟ 2600. ونبغى شوية الورسيس والكبدة؟ 1600. الحاج معقول وراجل مخير هنا، وشي حاجة رفيعة كي تشوفوا هنايا في هنا بعد سوي هنا مراكش. وهذا الحمر الراس ما فيه لا جلدة واحد شوية العظم اللي فيه، شي 100 غرام في الكيلو تقريبا، شي 100 غرام تقريبا. بشحال هذا الحمر الراس وحده؟ تبيعوا وحده؟ 800 بوحده. تبيعوا وحده ما مع لا دوارة ولا شحماق ولا ورسيس ولا شي حاجة، غير الحمر الراس وحده 800 ريال. 800 الحاج؟ 800 سنتين. تقلي 20 درهم مخلطه هي. مخلطه. وحده شحال سي الحاج؟ 30 درهم. 30 درهم كما تيقول لنا الحاج هنا في الأربعاء السويهلة بمراكش. هاد الخيرات تبارك الله في السوق الأسبوعي بمدينة مراكش، هاد الخيرات تنوريو الأحباب تاعنا. كاين الجالية المغربية وكاينين أحباب تاعنا داخل الوطن أو خارج الوطن في مكانو. الأحباب تاعنا على حسابك. واخا سيدي فيها الخير، فيها الخير. كان هذا رجل تبارك الله سي الحاج، الله يحفظك. هي شفت هذا تبارك الله، كان هذا الراس راعي هنايا في الأربعاء السويهلة بمراكش. وتبارك الله على السي راشد بخير. راشد مشرف اسي، مشرفين كاع الحباب تونا. وبشحال الكرعين؟ وهاد الرويسات؟ هذا رشيد كان صديق تاعي ومازال باقي صديق تاعي وصديق القناة الزيتوني مرجان. بشحال الخيرات سي؟ 2400. 2400 كبدة والقلب؟ كبدة والقلب. ونبغى شوية الورسيس والكبدة؟ 1600. وتبارك الله، راك خارج في نهارك ما عندي ما نقول. الحمر الراس شحال؟ كاين هلوس. الحمر الراس شحال؟ الراس 700 ريال. 700 والعجل. وين عندك الجلده؟ كاين اللي محيدين لي الجلده. اليوم راه مزيانه، اليوم فيها
كما تشوفوا الخيرات موجوده هنا في الاربع سويله بمراكش. هذا نوريو الحباب تاعنا، وهذا رشيد صديق تاعنا من بدايه القناه ومازال باقي صديق تاعنا وتنموتوا يا كنسي ان شاء الله. الله يسلك. هذا تبقى رشيد عنده شي حاجه زوينه كي تشوفوا في الاربع سويله بمراكش، الخيرات كي تشوفوا معنا لحم الراس والتقليق والخيرات موجودة كما تشوفوا في الأربعة سويلة في مراكش. الخيرات تبارك الله، اللحم الراس تقالي الخيرات موجودة، الكبدة، هذاك الشيء اللي يعجبك خيرات موجودة تبارك الله. الله يحفظك عسل. كي تشوف هذا الصديق تاعنا في الأربعة سويلة في مراكش بصحة وراحة، بصحة وراحة كما تشوفوا الخيرات موجودة هنا في الأربعة سويلة في مراكش. هاد الخيرات نوريوها للحباب تاعنا في المكان، والقلية لحم الراس. الخيرات القلية ولحم الراس، وهذا مول لحم الراس ياك، هذا مول لحم الراس. اللهم امين. امين. اللهم كتسمينا اللهم حنش الله. يلاه وصلوا على الفيزير، زيدي فيها. ها؟ لا. بشحال بعتي القلية صاحبي؟ غير 500. شحال بغيتي تبيعها غير 500؟ شحال بغيتي تبيعها زعما؟ قلت لك بشحال بغيتي تبيعها غير 500؟ كاين المليح، ما عندي ما نقول في المليح. وحرفية شحال؟ غير 30. غير 30. وهاد اللحم الراس شحال؟ 800. والمليح غير وحدو؟ غير وحدو؟ مش حيمه زوين داكشي. وزعما وحده ما كاينش؟ وحده. يعني الراس راه شويه من هك وشويه من هك. غير شويه من هك وشويه من هك. واش وحده ولا مخلط؟ ها انت تشوفوا، ها الحيمه تاع الراس كلشي راك باين. غير لحم الراس غير وحده. ياك؟ 800. غير 800. تينوب عليك الدري غير 800. وهاد الشيء الكبده والقلب. القلب الشحيمه 120، وكتب القلب الروسه 120. 120 عنده ثمن معقول كما تشوفوا هنا في الاربع سويله بمراكش. الخيرات تبارك الله كي تشوفوا معنا الراس، الخيرات تبارك الله، كل حاجه الخيرات موجوده هنا في الاربع سويله بمراكش. الله يسهل لك خليل، النهار زين. هذا صديق تاعنا وناس مخيرين وحبابنا كما تشوفوا في الاربعة سويلة بمراكش. الخيرات تبارك الله، تقلية على جميع الالوان تبارك الله، شي حاجة زوينة. بشحال هاد التقلية سي عبد الجليل خويا؟ التقلية 500 زيدين. علاش ما دايرينش ليها 400 كي الحاج رضوان؟ حاجة مليحة الزيتوني مليحة. والحاج رضوان عنده شي حاجة خايبة؟ لا مالو، تبيع غير ب 400؟ هذا الشيء اللي بالي يا. حنا ب 400 سيدي، تبارك الله على السي عبد الجليل، راجل طيب وراجل ناس مخيرين هنا في الاربع سويله مراكش. كي تشوفوا التعامل الناس مخيرين تبارك الله. واللي بغاها وحدها السي عبد الجليل 35. قولها 30 وصافي. تبقى الشحمه تندوها، امي قالت لي عمرني شي حاجه ما بقيتي بشحمه. قول يا صافي المسمن حياتي المسمن. ياك عبد الجليل طرافات، راجل مخير هنا في الاربع سويله كي تشوفوا معنا الحباب تاعنا في المكان. وهذا لحم الراس سي عبد الجليل 800. 40. واش وحده ولا مخلط؟ وحده ومحسن ماشي مسلوخ. مسلوخ ماشي ماشي محسن، مسلوخ تبارك الله. تنشوف هذاك الطرف تاع المذبح، الطرف تاع العقده واللسان تنشوفو تبارك الله. عرفت عرفت شي حاجه زينه تبارك الله، وشي حاجه رفيعه تتبيع غير وحده. كيما تقول شي حاجه ما دير معنا بالجبنه لا دواره لا شحمه. ما عندكش تاع التقليه مع التقليه، ما نديرو معاه شي حاجه. لحم الراس لحم الراس تبارك الله كما تشوفوا. وهاد الشيء الشيء معناه ب 2400 راس. الكبده والقلب. الكبده والقلب شحال؟ 2400. تبارك الله كما تشوفوا عبد الجليل باعوا ب 2400 تبارك الله. يا ربي سهل عليك. الشحمه ب 1680 درهم. غير شويه الوسيس. ديال بولفاف ولا القرضه ولا اللي بغا. بغا الوسيس ولا تاعت بولفاف؟ كما قلت. 2400 درهم. واش كاين شي تقليه زينه؟ زينه. شنو هذاك الشيء اللي قلت لك معاك هو؟
تبارك الله كيما تشوفوا وفين شي حاجه زينه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.